البرتقال هو من بين المكسرات اللي عندها واحد تكوين مهم على الصحة ديال الإنسان. أولا هي غنية بالمضادات ديال الأكسدة، غنية كذلك بالدهنيات النافعة زاسيد غرابوري أنساتوري يعني النافعة خصوصا الأوميغا 3، كذلك غنية بالفيتامينات خصوصا الفيتامين B6 وفيتامين B9 أو الأسيد فوليك، غنية كذلك بالفيتامين C، غنية كذلك بمجموعة من الأملاح المعدنية بحال مثلا المرغنيز، يعني كتحتوي على كمية كبيرة ديال المرغنيز، والمرغنيز عنده واحد الدور كبير على الصحة ديال الإنسان. كذلك غنية بالبوتاسيوم، غنية جدا بالبوتاسيوم، وغنية كذلك بواحد المواد اللي كتسمى الفيتوستيرول. هذا الفيتوستيرول هو واحد المواد اللي عندها واحد التشابه كيماوي مع الكوليسترول، وبالتالي هاد الفيتوستيرول الدور ديالهم هما كيدخلوا في واحد التنافسيه مع الامتصاص ديال الكوليسترول، وبالتالي كيمنعوا الامتصاص ديال الكوليسترول. الاطفال يعني مهم لجميع ديال الفئات العمريه، يقدروا ياخذوا الاطفال، ياخذوا كذلك البالغين، وياخذوا كذلك النساء الحوامل مثلا، لان بالنسبه للنساء الحوامل القسطال عنده واحد الفيتامين كيتسمى لا فيتامين بي ان لاسيد فوليك، وكنعرفوا بان لاسيد فوليك كيلعب واحد الدور كبير في الحمايه من التشوهات ديال الجهاز العصبي عند الجنين، ونقدروا ناخذوه في اي وقت في الصباح يعني مع الفطور مع الوجبه ديال الغداء، وكذلك في الوجبه ديال العشاء، يعني نقدر ناخذوه في اي وقت من النهار في هذا الموسم اللي متواجد بكثره، ويستعملوه كذلك في الروتين الغذائي اليومي ديالهم.